ما انت ذكرته، السودان هو أرض الفرص بالنسبة للمستثمرين. ويعني في السودان المفروض عشان يقدر يستفيد من مخرجات مؤتمر باريس، زي ما أنت ذكرت المشروع الإصلاحي، لازم يكون في ضمانات لمحاربة الفساد وتهيئة سوق العمل زي المعاملات البنكية والعديد برضو من الجوانب اللي أنت ذكرتها دكتور. لكن يعني ألن يستغرق ذلك وقتا طويلا بالنسبة لآمال السودانيين بقطاف ثمار مؤتمر باريس؟ والله شوف يا أستاذة، أنا أفتكر إنه it takes what it takes، يعني تأخذ وقتها. نعم. الأمور تأخذ وقتها، يعني الطبخة ما ننزلها من النار قبل ما تستوي. نعم. يعني إذا 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 الاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس تتطلب إننا نحدث تغييرات اجتماعية وثقافية وأخلاقية، يجب أن تحدث هذه الاختراقات، يجب أن يحدث هذا التغيير، لأنه إذا ما حدث هذا التغيير الأمور لن تستقيم. نعم. يعني لأننا مسكنا كل الدول المتقدمة في العالم، هي كانت في يوم من الأيام بتعاني من نفس المشاكل نحن بنعاني منها. مسكنا مثلا في الغرب، في أمريكا، في كانت في حروب، كانت في نزاعات، كانت في يعني أمور كثيرة لا أخلاقية، لكن الشعوب دي تعلمت من تجربتها وعرفت أنه الأشياء الغير اقتصادية مهمة جدا للمسألة الاقتصادية، اوكي، وبالتالي اشتغلت عليها، اشتغلت عليها عن طريق التعليم، عن طريق التدريب، عن طريق أمريكا إلى الآن بتستورد العقول من الخارج، إلى الآن بتستورد العقول من الخارج. الآن أكثر من 500,000 فيزا سنوية بتعطى للنوابغ، فرص ممنح في الجامعات للنوابغ من غير أي تمييز، ما بقول له ده سوداني ولا ده مصري ولا ده إندونيسي، فقط هي تستقطب العقول النيرة. بالضبط كده. نعم.